طيب سمعنا شيء. ابشر ابشر. نبي شيء. شوف انا مالي شغل في الوقت. بعضهم ممكن يقول الساعة واحدة الظهر ولا واحدة. ابي غزلي. غزلية؟ ابي غزلي يعني. انا بانطر. اهم شيء فيصل تفكنا من الخصم، ترى احنا الحين الغزلي عليه خصم. اي اذا 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 انت كفلني خلاص. لا شوف لا تقعد تتهرب. ما عليه خصم ما عليه. طيب اطلع. يقول لب العيون اللي عليها المطاريش، لب العيون اللي عليها المطاريش، يا توم من خلف الحدود العريمة، يا فاتنة يا توت، يم الدراويش، يم الجمال اللي يذب الخريمة، الله عطاك من الحلا والدناديش، ذوبتي يعقول الرجالة العظيمة، سلهامة عيونك متهات تشويش، عضة شفاك سلاحة يقتل خصيمة، فراولة طاحت على جسمها ريش، نوبن يداعبها ونوبن تهيمة، بشويش في عقول المساكين بشويش، عقبك ترى عقول الأوادم عجيمة، رجعتي الشايب ورا عمرها الطيش، لا شاف ضحكاتك يطلق حريمة. حريمة يا سلام. صح لسانك. أبدا. احنا تحديتنا على الغزل يا فيصل، وحنا والله الغزل نحاول نتهرب منه دايم. لا أحلى شيء الغزل يعني. معلش شوف أنا بقولك شغلة واحدة. في بعض الناس يعني يحب القصائد اللي فيها حكمة. أنا طبعا أنا من النوع هذا، أنا أحب أستمع للقصائد اللي فيها حكم. بس الغزل أجمع عليه الكل يعني. ما راح أقول الكل، بقول 95% يعني أجمع على أن الشعر الغزل يعني شيء مهم في الحياة. فعلا يعني الشاعر الله يمسيه بالخير محمد السكران ذكر بيته اللي يقول الحب ما حرمه ربي ولا ذمه، ما أدري ورا الناس والعالم يذمونه. يا سلام. ففعلا يعني الغزل يعني أبيات الغزل وأبيات هذا إذا كانت غزل عفيف طبعا. أكيد. بعيد عن غزل الوصف، الغزل العفيف يعني يكون له لمسة خاصة من كل شاعر تلقى يسهم في الشيء هذا. بس يعني احنا أقرب ميولنا أنا كشخص لا أحب الأعمال الاجتماعية الوطنية، أعمال زي ما ذكرت الحكمة تكون مدارس في الوقت هذا. طبعا يعني في شعراء يعني أعلام في الشعر. نعم. طبعا من ضمنهم رحمة الله عليه اللي هو بن جدلان، سعد بن جدلان، هذا يعتبر أنا أشوف أنه هو الهرم أسطورة الشعر، عرفت؟ في سفر الدغيلبي. نعم. أنا أتلذذ بقصائد ابن فطيس. أنا لما أنا يعني ما أستمع كثير ترى للقصائد، بس الشخص هذا يعني عجيب والله. لما أسمع القصائد أنا أتعمق في القصة غصب والله العظيم. أنا تمام قبل كم يوم طبعا أعزائي المشاهدين مثل ما نشوف قدامكم الأرقام والتواصل، إذا أحد حاب يشارك مرحبا مليون. أسلم حتى نفس الكلام أبيات الشاعر خلف بن هذال الله يمتع بالصحة والعافية، الله يعافيه يا ربي يقوم بالسلامة. كان لها أبيات مدرسة اللي كان فيها يقول جعل السحاب اللي مع برد ورعود يمطر على دار ولي في سكنها يسجي وطن منتوب تلعنج يسعود، مالي وطن بالعارض إلا وطنها قلبي غدا واستيسره لين العود، محتني فك القلب يسعود منها صاطي وفي كف قديحه وبارود، وادخل يده بين الضلوع ودفنها، في كل عام يزود حب بعد زود، أقفى بروحي والتوى في رسنها، إلين راح يبعد عن النفس الحزينة حزنها. أنا ما حافظها كاملة بس القصيدة يعني من القصائد اللي تخلف. شاعر الوطن، شاعر خلف بن هذال العتيبي، أسأل الله أن يمد بالصحة والعافية ويمتع بالعافية. شاعر تتلذذ في الشعر والله. شاعر أنا أخجل لما أقول، حتى لما أقول شاعر فخم يعني ما تقدر توصف بعض الشعراء يعني، حتى وأنت مدحهم تحس أنك مقصر في مدحهم، ولكن نكتفي بأنه شاعر الوطن، وهذا اللقب أنا أشوف أنه يعني ما يستحق إلا من أمثال شاعر كبير خلف بن هذال. سنفور تحفظ من القصيد شيء؟ أنا أحفظ. حلو سمعنا أجل. ترى ما هو بحب ولا هو بغزل. نبي على ذائقة سنفور القحطاني. في حياتي ما توقعت إن حياتي
بتغدي كانها على نار انتشاوى. حولت بي رغم كل محاولاتي من دنيا في دناوة، في دناوة لها حاتيها يما يتحاتم، لحقني من جورها جور وقساوة. منت الله خير من من امنياتي بالهداوة يا زماني، الهداوة فاقد اللي فقدها في قدري حياتي. صادق صداقتها عز ونقاوة، غالي يغلي من اغلى من غلاتي، فزعته تنجي مراد رهاوة. تقدمت ما هو يشقر عصاتي، تقدم لي عز الله قداوة. فرخة يا مرحبا ومهيلاتي، والشحم والعود الأزرق والحفاوة ونقص السود الليالي. قال هاتي أكرب حزامك وأنا أهلان وقاوة، ما بقالي منك يا الماضي للاتي، غير هم ما أخذن صدري لهاوة. والله من بينك وبين المواتي مثل ما بين الحضارة والبداوة. أدري إن اللي راح الموهوبياتي، وأدري إن الشوق يراد رهاوة. من بين سياتي وحسناتي ذوقتني مرها عقب الحلاوة، ودعة ودموع شوقي في صلاتي، وجورها جور وعداوتها عداوة. يجعل اللي قد حصل لي في حياتي أجر في الجنة وحسابي علاوة. يا سلام، صح صوتك، صح لسانك، صح بدنك، صح بدنك. قصيدة جميلة والقاء أجمل. يا ربي طول عمرك. معنا اتصال. معنا اتصال، نقول ألو. ألو ألو ألو. يس. هلا. ونقول ألو. هلا. ألو. حياك الله. كيف الصوت يا فيصل؟ ها؟ كيف الصوت؟ نو. هلا. ألو. نشوف السبيكر. ايه خلينا نشوف. زبطوا بالله يا عبد الله. طبعا واضح من اللهجة ان الاعداد من دولة مصر الشقيقة الجميلة، صح؟ شغال كذا تمام؟ شغال، بس خلي يعطون صوت، ما اعطوا صوت. اي انا اشوف ان الصوت كذا تمام. تمام شغال شغال. خلاص تفضل.